أكثر محل نحن فينا نحصل فيه على الحديد هو المصادر الحيوانية، بذكر أعضاء، نعم أعضاء الحيوان، وبنرجع على اللحم الأحمر من بعدها الفخذ الدجاج، ومن بعدها السفين، وبعدين بيجي عندنا الأسماك، وبعدين بيجي عندنا المصادر النباتية. اليوم بدي احكي عن المصادر النباتية خصوصا هلا بوقت الصيام 100%. سو اذا انا اكثر شيء بالمصادر النباتية اللي فيهم حديد رح احكي عن البخوليات، فانا بحكي هون على العدس، بحكي هون على كثير اشياء منها الفاصوليا. تذكر وقتها تاكلوا فاصوليا ناكل فاصوليا بيضاء، فاصوليا حمراء، تذكروا لي الفاصوليا السوداء كمان منيحه، والبازيلا كمان بتحتوي على الحديد. من ناحيه ثانيه كميه اقل من الحديد نحن معقول نكون عم نشوفه، ولكن بنشوفه بالخضره الخضراء، مشان هيك وقتها اقول لكم السبانخ، الملوخيه، هول